جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع بدر الدين من المملكة الأردنية الهاشمية عمان يسأل عن تفسير قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويرجو الجمع بين الآيتين، إذ ذكر في الآية الثانية اطمئنان القلوب وفي الآية الأولى وجل القلوب عند ذكر الله. فتفضلوا شيخ صالح بتوجيه هذا المستمع الكريم، جزاكم الله خيرا. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من أول سورة الأنفال صفات المؤمن، قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت من الله سبحانه وتعالى ورجت ما عند الله عز وجل. فلا يكون خوف بدون رجاء، بل يجمع المسلم بينهما الخوف والرجاء. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه الصفة الثانية، أنهم يزيد إيمانهم بسماع تلاوة القرآن، كما قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الذي يزيد إيمانه بتلاوة القرآن أو بسماعه، هذا دليل على سعادته وعلى صدق إيمانه. خلاف المنافق فإنه لا يزيده القرآن إلا شرا واستكبارا وكفرا، كما قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والصفة الثالثة: على ربهم يتوكلون، يفوضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه. والتوكل هو أعظم أنواع العبادة، أو هو من أعظم أنواع العبادة، ولذلك عطفه الله على العبادة في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، عطف اختصاص واهتمام. وإلا فالتوكل داخل في العبادة، لكنه عطفه عليها من باب الاهتمام والتنبيه على أهمية التوكل، وجاء بصيغة الحصر: وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يتوكلون على غيره سبحانه وتعالى، وإنما يكون توكلهم واعتمادهم مقصورا على الله جل وعلا. الصفة الرابعة: الذين يقيمون الصلاة، حافظون على أداء الفرائض في أوقاتها مع الجماعات. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأعظم علامات المؤمن وأعظم الدلالة على صدق إيمانه محافظته على الصلاة. الذي لا يصلي ليس بمؤمن، بل هو كافر. الصفة الخامسة: ومما رزقناهم ينفقون. هذه من أعظم صفات المؤمنين، ولهذا قال: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والإيمان له خصال وله صفات وله شعب أكثر من هذا، ولكن هذه أهمها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه أهم شعب الإيمان وخصال الإيمان، ولأنها ترشد إلى غيرها من بقية الصفات، وتدل عليها وتحث عليها. وأما قوله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهو أيضا مما يبين فائدة ذكر الله، وأنه تحصل به طمأنينة القلوب. والطمأنينة معناها الاستقرار وعدم الارتباك وعدم الوساوس وعدم الشكوك والمخاوف. فإن قلوبهم تكون مطمئنة مستأنسة بالله عز وجل وبذكره، راغبة مستمتعة بذكر الله عز وجل، تعيش عيشة هنية رضية في هذه الدنيا قبل الآخرة. فأهل الذكر هم أكثر الناس اطمئنانا في عيشهم وفي حياتهم، والغافلون عن الذكر هم أكثر الناس ارتباكا وتشوشا وتخوفا واضطرابا في هذه الحياة. ولا منافاة بين قوله تعالى: وجلت قلوبهم، وقوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإن الوجل ينشأ عنه اطمئنان القلوب بذكره سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.